السلام عليكم. حصة اليوم سنكتب حرف الفاء في الكراسات. تبعوا يا أطفال، ركزوا، انظروا. سنبدأ ببعض الأصوات، مثلا سأكتب حرف الصوت فو. لاحظوا، أضع رأس القلم هنا بين الخط الرئيسي والخط الفرعي، أصعد ثم أنزل إلى الخط الرئيسي. أطفال لاحظوا فو، نرفعوا يدينا باش نكتبوا النقطة والضمة. فو. الآن كحرف آخر أو صوت آخر، عفوا، فو. لاحظوا، دائما بين الخط الفرعي والخط الرئيسي نكتب حرف الفاء هكذا، ثم ننزل إلى الخط الرئيسي هكذا. هذا في أول كلمة فو. نحن أطفال نكتب صوتا آخر، فا. لاحظوا، فا، دائما بين الخط الرئيسي والخط الفرعي أو الثانوي هكذا، نوصلوا للخط الرئيسي هكذا، ما نرفعوش يدينا الألف، نرفع يدينا نضع النقطة والفتحة، فا. الآن صوت آخر يا أطفال، وهو فا، هكذا بين الخط الفرعي والخط الثانوي، عفوا، بين الخط الثانوي والخط الرئيسي هكذا، فا في أول كلمة أيضا. لاحظوا الآن سنكتب يا أطفال كلمات تحتوي على هذه الأصوات. نبدأ بالصوت فو. نكتب كلمة فيها الصوت فو. فولون، انظروا هكذا نكتب بين الخط الفرعي والخط الرئيسي هكذا، فو فو لون. اللون هكذا نبدأ من أعلى السطر، ننزل نقطع الخط الرئيسي، ثم يعود حرف اللام إلى الخط الرئيسي ضمتين، فولون. الآن فو كلمة تحتوي على هذا الصوت فو، انظروا هكذا فو على الخط الرئيسي هكا، فر، انظروا فر، انظروا الشا بين الخط الفرعي والخط الرئيسي هكذا، فر شا تون، تا مربوطة هكذا نقطتين، فر شا تون. الآن فا كلمة تحتوي على هذا الصوت، فا هكذا، فاكهة، فاكي، عفوا، فاكي، انظروا كي، فاتن، فاكهة فيها تون. الآن ف، ف غرفة، نكتب، انظروا الغين، حرف الغين بين الخط الفرعي والخط الرئيسي هكذا، منرفعوش يدينا، نكتبو حرف الراء هكذا، نرفعو يدينا، نضع النقطة غر، السكون هنا غر، وفا انظروا ما بين الخط الفرعي والخط الرئيسي هكذا، نصعد قليلا نعود إلى الخط الرئيسي هكذا، غرفة هكذا يا أطفال، نقطة وهنا نقطتين، غرفة. إذن سأقرأ، تبعوا يا أطفال. فو، فول، فو، فرشاة، فا، فاكهة، فا، غرفة. اكتبوا في الكراسات، وإلى اللقاء.